معنا امر وزاره من معالي الوزير. يا اهلا وسهلا فيك. لازم من معالي الوزير حالنا ضروره جمال والكاريزما ما قدرنا نقيم. ما هو قال انه في اوقات للضروره احكام. هي اهلا وسهلا فيك رودريغ غصن الممثل الكوميدي معنا ببتحلى الحياه. حضرتك عم بتطل هلا ضمن كاست ومجموعه الممثلين بفيلم كاش فلو 2 يلي عم نشوفه اليوم بكل الصالات اللبنانيه. خبرنا شوي عن دورك بهيدا الفيلم. دوري بيكون عماد رفيقه موظف عند مازن اخذ دور البطولة كارلوس عزار. برافقه بكل المشاكل اللي بتصير وبكل السوسبانس وبالكوميدي. يعني هو بحطه بخانة اللايت موفيز. فيلم كتير عن جد الأصداء كتير حلوة عم بتكون. الكوميدي فيه لايت السوسبانس لايت والبحب الكوميديا الموقف فيها كتير. يعني بتعرف في 4 أنواع من الكوميديا: الكلمة، الحركة، كوميديا الموقفية بعتقد من أرقى الكوميديا. مزبوط. يلي بتعطش كل كوميديا يلعبها. بس بدأ أكيد نص النص كتير محكم من سامي كوجان يعطيه ألف عافية. يعطيكم أنتم ألف عافية. ونحن بحاجة أصلاً للفنون السينمائية اللبنانية تكون هيك فعالة بصالات السينما. كمان تنشجع الصناعة السينما إن شاء الله يا رب تصير صناعة بالمستقبل 100%. يعني بدنا نشكر المبادرات الفردية لأنها منا صناعة مثل ما قلت. نعم. خبرني رودريغ شو اللي خليك توافق قوام على النص وتكون عم بتشارك بفيلم كاش فلو 2؟ قال لي سامي بتعرف نحن حضرنا يعني بيحضرنا بقرب التمثال وكذا بيشوفني بتعرف البروجرام اللي فيه سكتشات اجتماعية مش بس تقليل. وضمن السكتشات الاجتماعية بيبين واحد طاقاته التمثيلية. وحتى أنا بقول يعني أكتر إذا واحد عنده عين مزبوطة ضمن التقليد بيبين إذا واحد مخبى ممثل قدامه. لأن بالنهاية هذا الشخص اللي عم بيقلد بده يخاف بده يتوتر بيبين الكوتي التمثيلي. والحمد لله وما ندم. اكيد طبعا. وانا يعني شوي بعت الهم يعني كثير عم بتصل فيه لسامي عم بقول له كيف الاصداء وهيك كثير. خبرنا شو عم بقول لك سامي عن الاصداء. يعني اليوم الفيلم صار له تقريبا اسبوع بالسينما. كيف عم بتكون الاصداء ردت فعل الناس ان كان على دورك او على الفيلم ككل؟ يعني عم تسألي أكثر شخص رح يجاوبك مزبوط. يعني كثير بعت الهم مش إنه مثلا مثلنا قبضنا حقه ومش لحقه من الكافي. كل يوم بدق لسامي كوجان وللمنتج كيف الأصداء كيفك عم بقول لي صلاة مفولة. ضحك متواصل وبحاجة بعتقد العالم لهيك نوع. خير الحمد لله. يعني انتوا بالنهايه قدمتوا شيء كوميدي وطبعا كوميدي راقي ما في شك من هالموضوع. مثل ما قلت نحن عملنا واجباتنا. هلا دور كمان الشعب اللبناني يشجعوا الانتاج اللبناني طبعا. خبرني انتوا مجرد انه فيلم كوميدي اكيد صار فيه هيك نهفات ورا الكواليس وصار امور. صار معك شي ضرب انت بتعمل ضروبه بشي حدا؟ انا لا ما بعمل ضروب. انت منيح عملت فينا ضرب اول ما فتت. هيك عاده الضرب بفوت هيك او انت لا اصريت تفوت مع بوصي. بعتقد رشال الممثل رشال نخوب بجهه لتحيه هي جربت تعمل ضرب فيه. صح خبرتنا كانت معنا ضيفه بحلقه مش من زمان. خبرتنا فيها قلنا لها من حفر حفره لاخيه وقع فيها بملعب سامي كوجان. يعني اجا يعني هي خبطت انه كانت فسرت له شيء واجا عكس. هلا انا ما كنت بالحلقه رح تخبرني اياها الخبريه. ما كنت بالحلقه. شو صار بالحلقه؟ شي رودريغ مش راضي عليك سامي خاصه بهيدا المشهد. وقلت له ليش يا سامي بده شو؟ فزر سامي خبرني الخبريه قال لي فوت والعبها انه انت مزبوط هيك يعني. اوكي. ورجعت سامي بنص الخبريه قال لا مش مزبوط يا رشال انت اللي مش عم تعطي مزبوط. قعد شكت عليه وانقلبت علي رجعت. ايه طلع المخرج معه لرودريغ. عشان لكل الممثلين كل الادوار ما بعرف اذا حضرتوه للفيلم. لا بعد ما صرنا نحضره. كل واحد اخذ دوره على المزبوط. بس نحن كانه حضرناه لانه عم نستقبلكم وبنعرف القصه معكم فبتصور انه تشوقنا انه نحضر وقريبا رح نحضر ان شاء الله. الحمد لله عن جد اهم شيء نشكر اللي عندهم شجاعه. يعني مثل ما قلت ما في صناعه هون للسينما. المبادرات الفرديه اللي عم يعملوها الشباب من سامي كوجان ولا غير افلام الحمد لله. رودريغ خبرني قديش مهمه اليوم ممثل السينما بالنسبه له. يعني على سيفيته وقت يعمل عمل سينمائي قد ايه مهمه بالنسبه له؟ بصمه سبحان الله. السينما كل واحد عنده نكهة خاصة. بتعرف المسرح عنده نكهة خاصة. أنا مثلا شخصيا بحب ردة فعل المباشرة من الجمهور. التلفزيون بدك تنطري جمعة مثلا نحن بروجرامنا بترجع تشوف الريتينج وشو انبسطوا العالم. السينما كمان بدك تنطري بس سبحان الله هي بصمة لأن شيء كبير وعم يقصدك. يعني عم يقصدوا العالم إنه يحضروا هيدا الفيلم لأن فيه هيدا الممثل وفيه هيدا الممثل.
نشوة معنوية كتير قوية الحمد لله. ما في شك إنه دائما العمل الكامل متكامل، حتى الممثل بيكون راضي على حاله. وحضرتك ذكرت قصص على المسرح إنه بيكون في ردة فعل مباشرة، فهلأ نحن الجمهور أنا وزينة بدك أحلى من هيك جمهور؟ ما هي انت بنعرفك انه عندك بتقلد شخصيات معروفه ومبدع فيها ايضا ومتمكن، اي شخصيه هيك اذا قلت لك هلا بتقلد؟ لانه في وجوه طيبه قدامي رح اقلد الشيخ امين واقول هالوجوه الطيبه اللي كلها امل، عفوا اللي كلها كتائب، بدا كذلك الامر تكون بالنسبه لي الضوء والاكسجين اللي انا بحاجه له حتى نستمر مهما كانت العراقيل مهما كانت الصعوبات. برافو. بتضلنا بالعائلة؟ بتضلنا بالعائلة؟ بتضلنا مع شيخ سامي ولا لا؟ نحن بكل بساطة بدنا نقول إنه حلو الحياة برنامج كتير حلو، أنا بيك فن لهالبرنامج لأنه عم بتضوع الثقافة، عم بتضوع الفن وعم بتموه الناس رغم كل المشاكل والزبالة على الطرقات اتسترا. ويت ان ون ون حاسة حالي جمهور كتاب على الصخرة كتائب. هلا بدي نسأله الأحزاب الثانية. هلا توحد الحمد لله. الحمد لله. رودريغ حاسس انه اليوم صار عندك هيك بصمه كوميديه، يعني انصبغت بالكوميديا، يعني صار من الصعب عليك انك تاخذ ادوار دراميه بالمستقبل؟ ليك لا ما بحب اكون هيك، بحب اكون ممثل اتعاطى الكوميديا حقيقه، يمكن ما عندي تجارب كثير كبيره دراميه، بس بحب احكي عن تجربه باول مسرحيه بقربة تنحل اول سيزن. كان عندي شخصيه يوسف بيك كرم اللي بتجي ربع ساعه من بعد سكتشات كوميدية أبو فشخة والجيجة واللي بيلعبون سوبر كومي، وشخصية يوسف بكرم يعني ما بتحمل أي شيء كوميدي، يعني بدك تعطيها مثل ما هي بدك تعطيها حقها. الحمد لله ما كانوا يعرفوا العالم إنه رودريغ اللي كان بهالشخصية أو اللي كان عم بيقلد بالستاند أب التقليد هو ذاته يعني أدى يوسف بكرم. يعطيك ألف عافية. يعني دائما مثل ما ذكرت أنت دائما أكيد في ممثل مع الكوميديان، وأكبر دليل يعني عم بتقوله إنه أهم كوميديانز العالم صاروا من أهم الممثلين حتى بالدراما مش بس بالكوميديا. رودريغ شو عم تقدم عمل مسرحي بالوقت الحاضر، يا أما إذا شيء عم بتحضره كمان؟ عم نحضر نحن بالبلاي روم على طول بتواصل مع ماريو باسيل يا شويت كذا، وبقربة تنحل طبعا مستمر بالتلفزيون، وان شاء الله السينما هاي اتكررت المسبحة. شو مضينا كونترا؟ في مخرجة حكيتني حب الدور في كاش فلو 2 وان شاء الله خير ان شاء الله نجي نحكي عنه ان شاء الله. رودريغ مين هو الكوميدي يلي بيلفت لك نظرك اليوم على الساحة اللبنانية اذا فينا نقول عالميا كمان؟ عالميا تشارلي تشابلن اذا بدك يعني أوكي. كاسم يعني هو باللاوعي عند كل كوميدي بعتقد، يعني اذا اعترف بشيء او ما اعترف فيه لانه اسطوره بكل شيء عمله. انا بحب زياد الرحباني بالجيل، يمكن مش كثير جورج خباز كمان بالادوار اللي بعديها بحب كثير اللي بيعمله، بحب شغله هو بيعرف هالشيء. وكل لك عن جد مش انه مش عم بيض وجه يعني الكل كوميديان، لانه اصلا عددهم قليل بتعرف، يعني 90% بيشتغلوا دراما 10% بيشتغلوا كوميدي، كل واحد عنده شيء خاص لقلب. يعني عن جد اذا ما بدنا نسمي كثير كل واحد عنده شيء كل واحد عنده شيء. بس بمجرد انه انت حكيت كمان في عنا مسارح كوميديه وبكل الانواع بكل الانواع طبعا، مين بتحس انه عن جد كمان عم يبرز بالكوميديا مسرح بلبنان؟ بتكون سمي. ايه سمي ليش لا سمي. انا فعلا فادر عايد اذا بدك بقدمه بستاند اب. وكل شاطرين، وانا هالعجل اللي بالمسرح بتفيد الكل صراحه. ما يعني بتحس انه عجل اذا في عجقه ولا هيدي العجقه مفيده ام مفيد صحيه كتير. يعني بشبه يمكن اذا بدك بحي صغير في مطعم واحد بصير واحد مضطر يعني عجبه او ما عجبه ياكل منوشي كل يوم. بس اذا في عده مطاعم بيعمل شوا عده مسارح بين الشوسونيه بين المسرح الحبكه الاجتماعية بين ستاند أبس في كل الأنواع الحمد لله. غير كاش فلو شو كنت عم تحضر مؤخرا؟ فيلم كتير كبير حضرت كتير حلو حبيته، العملاق زياد الرحباني أكيد طبعا أكيد حبيت أكيد حبيت. ما حس يعني شو حسيت بس كنت عم تحضر كبير الفنانين زياد الرحباني؟ انبسطت يعني بتعرفها للمسرحية وسمعها برافو من خلال الكاسيتات يعني احنا وصغار ومن خلال يعني على الصوت بس. نعم حبيت كتير الشغل اللي قدموه انه قدرنا شفنا صح قدرنا شفنا ورح يرجعوا يعملوا هلا فيلم امريكي طويل ان شاء الله حسب ما فهمنا. ايه
مع كل الممثلين واستاذ بطرس فرح يلي اشتغلت معه يعني وكان مع استاذ زياد. رودريك اسم الله مثل ما انت قلت انه عم بتكرر المسبحة، ولكن شو مشاريعك المستقبليه وهلا عم تحضره؟ معلش خبرنا شي خبريه. فيلم السينما ما قلت لي. ما رحت لها مين اللي اتصل فيك؟ خليها بليز معلش. خلص سربريز خلص معلش. بس على الاكيد يعني مش على الاكيد اه خلص مضيت. ايه الحمد لله. ومسرح اكيد مكملين ومتابعين. يعطيك الف عافيه. الله يخليك. نحن انبسطنا فيك كثير رودريك غصن، نحن بنتمنى لك كل التوفيق بكل مشاريعك المستقبليه. واهلا وسهلا فيك معنا ببتحلى الحياه. ماشي. بتحب تضيف شيء قبل الزهر؟ حابب يحضر لنا شيء شخصيه هلا هيك فيها. لا يمكن هلا نستمر بالجو الفاسد بحاجه لتغيير واصلاح. فظيع. شكرا لك رودريك غصن، فعلا عن جد يعني بلشنا الحلقه هيك مع بوست كثير حلو وكثير ايجابي وضحكه كثير حلوه. بدنا نتمنى لك كل التوفيق. اهلا وسهلا فيك معنا ببتحلى الحياه. ثانك يو.